بيوت تتكئ على بعضها في جزء مجهول من المدينة لا يصلح للعيش البشري، اتخذت لتكون مخابئ للسكان هنا مع تضاعف أعدادهم وفقر حالهم وعجزهم عن توفير متطلبات عيشهم ورغبتهم الجمة بالتكاثر دون وعي أو تخطيط مسبق. فكلما زاد عددهم شيدوا هياكل مشوهة في أماكن غير مخصصة لذلك. العراقيين هي معروفة عليهم بصورة عامة، يعني ما نقدر نحدد، بينما يعني عدة الخلفة فوق كل شيء، يعني هذا عدة قناعة بأنه يجي رزقه ويا الطفل من يجي، وهذا المنطق ما حد يقتنع به. وان تكثر هي الحالات بس بالمكانات الناس الفقيره، يعني هسه اذا ترحين للمناطق السكنيه اللي ناس اللي الله ممكن وتوان تلقين نفرين او ثلاثه بالزايد. اسره هذه السيده تضاعفت استنادا لمبدا ان الطفل يولد مصطحبا معه رزقه، والنتيجة تضاعف الأفراد وتكاثرهم ونشأتهم تحت سطوة العوز والجهل. فهذا المنزل واحد من آلاف أخرى يضم حكاية واحدة عنوانها انفجار بأعداد الأفراد بسبب غياب وعي الأبوين. بعد وفاة زوجي أنا حياتي صارت شوية تعبانة، ظروف تعبانة، ما عندي مادة إلهم، ما عندي عيشة إلهم، ما عندي، الله شاهد، وعندي 7 أيتام وهم نفسهم يشتغلون هنا يبيعون كلينس جهالي الصغار، عافوا دراستهم بيسوي يبيعون كلينس، بس انا رجعتهم للدراسه على مود اقول حرامات مستقبلهم وشي يتدمر. انفجار لا بعدد السكان وحسب يشهده العراق اليوم ويتربصه غدا، بل بالفقر والجوع وازمه السكن، ليحل السكان ضيوفا على العشوائيات يقطنونها قائمين فيها منازلهم، خالقين لأبنائهم مستقبلاً إن لم يسمى ضائعاً فهو مجهول. فعشوائية قرية النور هذه التي تقع في أقصى غربي العاصمة بغداد هي واحدة من مئات العشوائيات التي أوجدها ساكنوها واتخذوها مدناً لهم مع تضاعف أعدادهم وغياب مساكن تحتويهم. زينب المشاط، حديث بغداد، NBC العراق. حياكم الله وحلقة جديدة من حديث بغداد. اللهم صل على النبي، مليون سنة واحدة مليون عراقي، يا رب وزيد وبارك.